أنا فتحت محل بال2013 وسكرته بال2014. تم إغلاق المحل بسبب الحصار أول حاجة على البلد، بسبب انقطاع التيار الكهربي، لأنه كل الشغل والعمل في عندنا في قطاع غزة على الكهرباء. عندك التزام الأجار، عندك التزام كهرباء. طبعا بظل الظروف الصعبة اللي موجودة بقطاع غزة، بظل الحصار اللي مفروض على قطاع غزة وإغلاق المعابر وإغلاق الأنفاق في قطاع غزة، المطاعم والبحر هو المتنفس الوحيد لأغلب الشعب الغزاوي. لذلك الاستثمار هون نوعا ما شوي انه بخلي الشعب انه يطلع يفوت يشوف مطاعم، ياكل اكلات جديده، سواء اكلات صار في مطاعم بغزه، مطاعم ايطاليه، صار في مطاعم سوريه يمكن اكثر من اثنين ثلاثه، ناهيك عن انه في مطاعم موجوده من الاساس من اكثر من 20 و25 سنه بغزه. طبعا الاستثمار هذا هو بنفس الوقت بشغل ايدي عامله كثير. توجهنا للاستثمار في المشاريع الصغيره بعد الاحتلال لما ضرب الاقتصاد المصري بشكل عام، واصبحت الاماكن الجديده مكثره في هذا المكان، ونحن يعني واكبنا التصميم بشكل جيد والديكور يعني، وعملنا منتجات اكثر جوده من الموجود في السوق. بالنسبه لظاهره انتشار المطاعم في الاونه الاخيره في قطاع غزه، ظاهره يعني شبه ملحوظه، تأتي نظرا لإغلاق معابر قطاع غزة، بمعنى أنه المواطنين لا يستطيعون السفر إلى خارج قطاع غزة لقضاء الإجازة الصيفية أو الموسمية، وبالتالي ما في أمامهم غير المنتجعات أو الملاهي أو المطاعم الموجودة في قطاع غزة، وهذا شجع بعض المستثمرين المحليين على إنشاء هذه المنشآت السياحية. في الآونة الأخيرة فتحت ما يزيد عن 20 مطعم، وخلال الثلاث سنوات الماضية ما يزيد عن 70 مطعم. لو اطلعنا على هذه المطاعم في العام 2015 سنجد أنه تم إغلاق ما يزيد عن 40 مطعم منهم أو منشأة سياحية منهم.